نشغل الصفحات لغاية نفتح فيها. بقدمين من حديد تمشي إيمان خطواتها الأولى. لا تحاولين تخلي اعتمادك على يديك. إنها الحرب التي أفقدتها قدميها، ولكن لم تفقدها عزيمتها وحبها للحياة. تحاول مرة، مرتين، وثلاثا، بلا تعب أو كلل، فهي وإن حزنت لما أصابها لا تعرف اليأس. طلعت فوق أنا وأمي وأختي الصغيرة 6 سنين عمرها، طلعت فوق وشلت الهدوم وطيتها لأمي، أمي فاتت للبيتونة هي وأختي الصغيرة، وقع علي هاونين، واحد انفجر واحد ما انفجر، وقعت بالقاع، شالتنا الإسعاف، فوتونا لي حد غرب أربيل وراحت الإسعاف، فوتوني على عمليات، طلعت من العمليات شفت هاي بس قدم واحدة، شفت إنه قصيرة، عبالي هاي موجودة، ما طويلة ما بينت علي. شوية وقمت أصيح عليهم قلت لهم ليش ما قلتوا لي إنه بتروا أقدام اثنينهم وأني راح أموت إيش هالحالة، وقمت أصيح وأبكي الحمد لله على كل حال. إيمان بإصرارها وابتسامتها تمنح قوة لكل من فقد الأمل. طيب رسالة إنه يحمدون ربهم ويصير عندهم حياتهم أمل إنه ترجع، ما ضلي، ما أتمنى غير بس أمشي وأرجع لحياتي لمدرستي لأهلي بالموصل. هسه يعني إحنا كان البتر أصعب خيار أمام والدها، ولكنه أهون له من الموت. الإمكانية هي كانت بسيطة والجرحى أكثر، تأخير صار البتر اللي هي ممكن تتعالج. اضطرينا توقيع البتر يعني على قر النفس قدام عيننا أحسن ما أترك. مؤلمة حقيقة أن إيمان وغيرها كثيرون بترت أطرافهم بسبب تأخر العلاج وضعف الإمكانيات، ومؤلم أكثر أن يتحول جرح صغير إلى ندبة غائرة للأبد. من مركز إعادة تأهيل الأطراف في أربيل، علم طيرة، العربية.